أيها المشاهدون الكرام، مرحبا إلى قناتي الأستاذ. اليوم هو يوم عظيم لأشاكي كرة القدم، يواجه منتخب البرتغال منتخب سويسرا في مباريات دوري 16. ستكون بالتأكيد مليئة بالإثارة. تأهلت البرتغال للدوري بعد فوزها في مبارتين وخسارة واحدة. تصدرت البرتغال المجموعة الثامنة. يقود البرتغال كريستيانو رونالدو وهو في أفضل حالاته. معنا أصدقاؤنا نسألهم بعض الأسئلة. كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في كأس العالم قطر؟ اثنين. ثلاثة. واحد. أحسنتي، ما شاء الله. كم أهداف سجل منتخب البرتغال حتى الآن؟ أربعة. ستة. أحسنت يا أخي. من هو قائد منتخب البرتغال؟ كريستيانو رونالدو. أيوة ما شاء الله، أحسنت يا أخي.